للحديث أكثر عن فشل المنظومة الطبية وانهيار القطاع الصحي في العراق والذي نتج عنه تفشي وباء كورونا بمعدلات كبيرة، حتى أضحى العراق في المرتبة الرابعة عربيا في عدد الإصابات اليومية. ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر، مرحبا بك. وزارة الصحة سجلت 110 وفيات و2184 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة فقط. من المسؤول عن تزايد أعداد الوفيات والإصابات في العراق بهذا الشكل رغم تصريحات الحكومة المطمئنة دائما؟ أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. من المعلوم تماما أن من يسيطر على وزارة الصحة منذ 2005 إلى يومنا هذا هو المسؤول الأول عن الانهيار الصحي الممنهج في العراق، وبالتالي جيش المهدي، ما يسمى سرايا السلام، سائرون الآن بقيادة مقتدى الصدر وبإشراف حاكم الزاملي، هم الذين يتحملون ما يحدث الآن من إخفاقات كبيرة بالتواطؤ الحكومي معهم، لأنهم يسيطرون على وزارة الصحة ولا يريدون سوى حقيقة جلب الأموال لهم والفساد الكبير الذي يعشعش فيها، ويسيطرون بطريقة واضحة تماما وإدارتها لا تخضع لأي طرف آخر. والقضية الثانية بعملية تدمير المؤسسات الصحية في العراق حتى يحتاج العراق لإيران، وبالتالي عملية توريد أطباء أو ما يحدث الآن من توريد أدوية وعقود مالية كبيرة مع إيران، سببه كله العقلية الميليشياوية التي تسيطر على ملف الحكومة بالكامل. لذلك الأحزاب الحكومية الحالية هي التي مسؤوليتها وهي التي يقع على عاتقها المسؤولية الكبرى في دمار المؤسسات الصحية. وقد رأيتم ورأى العراقيون جميعا أنه عندما نتجت أزمة الأكسجين في الناصرية وجد الثوار والمتظاهرون في حسينية السفراء الأربعة 600 قنينة غاز أكسجين مخبأة من حزب الفضيلة. لذلك القضية ممنهجة في تدمير المؤسسات الصحية بطريقة واضحة، واليوم يعلنون أنهم استوردوا من إيران الأكسجين. هذا كله يدل الحقيقة أن هؤلاء الميليشيات والأسماء المذكورة هم من يقف خلف تدمير المؤسسات الصحية، وإلا وزير الصحة الحالي لم ينجح في إصلاح مصعده في مدينة الطب، واليوم يتبوأ منصب وزير الصحة ولم يقدم شيئا. لذلك قضية استهداف العراق بصحته قضية ممنهجة يراد من خلالها تسويق المنتجات الصحية الإيرانية إلى الشعب العراقي وإنهاء الشعب العراقي وإشغاله بصحته، وبالتالي الذين يحكمون الآن من السلطات الحاكمة والأحزاب المستمرة في حكمها هي التي تستهدف صحة الشعب العراقي بطريقة واضحة تماما. نواب يقولون أستاذ عبد القادر إن تأخر المخصصات المالية تسبب بارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس، يعني هنا المخصصات المالية الحديث عنها هي السبب، هكذا يتحدثون؟ يعني أين تذهب المخصصات المالية لوزارة الصحة مثلا؟ المخصصات المالية مسؤول عليها يعني ميليشيا محددة، وزارة الصحة تحت رعاية جيش المهدي أو ما يسمى سرايا السلام، واليشرف على القضايا المالية هو حاكم الزاملي بالكامل، وبالتالي إدارات الصحة لا تستطيع أن تعمل أي شيء. كل المناقصات التي تأتي من خلال وزارة الصحة وبناء المستشفيات الوهمية يستولون عليها، وبالتالي المبالغ الضخمة ذهبت إلى جيوب هؤلاء الفاسدين. وحتى المساعدات اليوم، المساعدات للدولة التركية وصلت إلى العراق لكنها لم تذهب إلى المرضى، وقد بث بعض الناشطون من خلال تصوير لبعض القنوات الذين صوروا حادثة وصول المساعدات التركية كيف يتم سرقتها جهارا نهارا، وهناك حقيقة صيدليات كبرى يعني استطعنا أن نتوصل إليهم قالوا بدأ التنسيق لبيع هذه المساعدات المفروض أن تصل لمرضى كورونا إلى الصيدليات من أجل تسويقها في السوق السوداء، وبالتالي هؤلاء يريدون حتى المساعدات بيعها. لذلك ما يحدث الآن حقيقة هو تدمير ممنهج لوزارة الصحة ولمؤسسات الصحة وبإشراف كامل، وبالتالي كشعب عراقي كناشطين نحمل مقتدى الصدر وسائرون والأجنحة التابعة لهم مسؤولية التدهور الصحي من خلال استيلائهم على وزارة الصحة وتحديد الحاكم الزاملي بقضية واضحة تماما لا مجاملة فيها اليوم على صحة العراقيين،
نعم السلطات الحكومية كلهم مشتركون في هذا الفساد، لأنهم يرون من يسيطر على وزارة الصحة ومن يأخذ أموالها ومن يدمر مؤسساتها بطريقة واضحة، وهم ساكتون بطريقة واضحة. لذلك هذا السكوت هو مشاركة فعلية، فالسلطات الحكومية ولكن هل تعلم في ضوء كل الأحزاب المشاركة تعلم من يسيطر على وزارة الصحة وأين تذهب أموالها ومخصصاتها، بل حتى التلاعب بالرواتب بطريقة واضحة، رواتب الأطباء والكوادر الصحية الذين قدموا أرواحهم وهم بلا إمكانيات مادية، ولم توفر السلطات الحكومية أي أدنى إجراءات السلامة أو الأجهزة التي يمكن أن يعتمدون عليها أو أماكن الحجر الصحية التي يمكن أن يتعامل فيها المرضى، لكن هؤلاء قدموا أرواحهم، فلهم التحية للكوادر الصحية، لكن من يدير عملية وزارة الصحة ومن يستولي على قراراتها تلك الميليشيات التي أوغلت في دماء العراقيين واليوم توغل في صحتهم. طيب أستاذ عبد القادر، مفوضية حقوق الإنسان حذرت من كارثة إنسانية بعد تسجيل إصابات بكورونا في السجون. تحدثنا عن إصابات كورونا في الكوادر الطبية والكثير من الأطباء العراقيين توفوا بسبب فيروس كورونا، والكثير من العراقيين أيضا توفوا بهذا الفيروس. الآن هناك تحذير أيضا من منظمة حقوق الإنسان أو مفوضية حقوق الإنسان. ماذا لا تفشى الفيروس في السجون أستاذ عبد القادر؟ يعني هل وضعت الحكومة أي خطة لحماية المعتقلين؟ يعني طبعا بعد فشلها في الخطط في وزارة الصحة. يعني للأسف نقول أن فيروس كورونا قد انتشر في السجون العراقية. وبالتالي المعتقلون أمام مصيبة أخرى وكارثة تنتظر هؤلاء، لأنه ربما الذين خارج المعتقلات يجدون بيتا أو يجدون مكانا يعزلون فيه أنفسهم، لكن داخل السجون لا غذاء ولا هناك رعاية صحية، فضلا على أنهم يكتظون في السجون، وبالتالي عملية الانتشار بدأت في السجون الحكومية، والسلطات العراقية لم تتخذ أي إجراءات، بل بالعكس تدفع باتجاه اكتظاف السجون. وما حملة الطارمية اليوم من اعتقالات كبيرة شهدتها مدينة الطارمية وقضاء الطارمية في بغداد على أسس طائفية قام بها الحشد بعد المصالحة مع الكاظمي، وكأنهم يتصالحون على الشعب العراقي بطريقة طائفية، دليل واضح على عدم اكتراثهم، لأنهم يرمون بهؤلاء المعتقلون وبالعشرات. يعني اليوم الحملة 50 معتقل وتستمر حملات اعتقال يرمون فيها في سجون هي موبوءة بالأصل، وبالتالي المعتقلون يعني إذا لم يكن هناك تدخلا دوليا واضحا في عملية حمايتهم فإنهم ينتظرون كارثة كبيرة للأسف الشديد نقولها، لأن السلطات الحكومية تريد قتلهم داخل السجون بطريقة واضحة. ولا لو كانت هناك حكومة تحترم أو لديها ذرة من حقوق الإنسان أو من ضمير يمكن أن تراعي فيه، رأت كثير من الدول كيف تعاملت مع السجناء، يمكن إعطاء السجين على ذمة ذويه وبعد انتهاء الجانحة يعود. هناك حلول كثيرة إذا لم يريدوا أن يطلقوا سراحهم من أجل الحد من تفشي كورونا، لكنهم حقيقة هم الذين أفرج القضاء الحكومي عنهم، لا زالوا يقبعون في سجون الحكومة ولا يخرجون. لذلك ينبغي حقيقة على الجميع أن يؤازر المعتقلين والسجناء والسجينات العراقيات من النساء، وهناك أطفال موجودة في سجون النساء، ينبغي أن يكون هناك مؤازرة حقيقية وضغط إعلامي، وأنا أدعو الجميع وأدعو الشعب العراقي جميعا إلى أن يكون هناك موقفا حقيقيا مع المعتقلين، وإلا نحن أمام كارثة حقيقية ستحل بالمعتقلين وهم بأعداد كبيرة كما معلوم، يعني يتجاوز بالمئات الآلاف من المعتقلين داخل السجون السرية والسجون العلنية وسجون التي هي إدارة وزارة العدل التي لا زالت عند الداخلية والدفاع. لذلك نحن أمام كارثة في تفشي كورونا داخل السجون العراقية. عبر سكايب من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لك.